السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم، وهو عبادة الأنا. يعني إيه عبادة الأنا؟ يعني أنا بعمل الحاجة دي مش عشان ربنا، أنا بعمل الحاجة دي عشان أنا. يعني أنا هدخل النهاردة هقعد 10 ساعات امر بالمعروف ونهي عن المنكر عشان مين؟ عشان انا، مش عشان ربنا. الله، الموضوع خطير، الموضوع خطير جدا. ليه؟ لان انت ممكن تبذل مجهود كتير قوي وتفتكر ان ليك رصيد، وفي الاخر ما تلاقيش حاجه خالص، كانه سراب. تمام، انت شايف ان انت بتعمل حاجه وكل ما تروح ما تلاقيش حاجه خالص. ليه؟ لان انت كانت نيتك مش لله، نيتك ان يتقال ان انت بتعمل، ان انت كذا كذا كذا. الموضوع ده خطير جدا، لان هو انتشر بفظيع بفظيع جدا، بالذات مثلا مع الفيسبوك. انت بتدخل، انا بدي مثال على الفيسبوك بس ممكن اغلب المواقع الاجتماعيه كده او اغلب المنتديات، انت بتدخل وترد وتعمل وتتكلم، بس انت مش همك ان انت بتنصر الاسلام، او فاكر ان انت بتنصر الاسلام، بس انت كل همك ان انت تثبت ان رايك هو اللي صح، ان انت تسخر من الاخر، ان انت ترد على الاخر. وتلاقي الموضوع ده ظاهر جدا، والدليل ان انت مثلا، هديك مثال بسيط جدا، ندي مثال خارجي وبعد كده ندي مثال علينا احنا. مثال خارجي على اساس نقرب لكم الفكره. دكتور باسم يوسف قعد من اول، يعني من فتره كبيره، عمال يقول مثلا الفاظ ايحائيه جارحه او سيئه او ما ينفعش انها تتقال. البرنامج بتاعه فيه حاجات كويسه وحاجات وحشه، بس الالفاظ دي ما ينفعش تتقال. كل الناس الاعلاميين عجبهم الكلام، ويقول لك حريه الراي وما تحجرش على الراجل والكلام ده كله. اول ما قرب على الجنرال السيسي، لا الالفاظ الجارحه ما ينفعش، في بنات بيسمعوا. وليه؟ والبنات كانت ترش ولا ما كانوش بيسمعوا الكلام ده؟ ما هو الكلام كان الناس كلها بتسمعه، وكان عجبكم، وكان يقول لا لازم تتواصل. لا ماشي، دي نقطة. طبعا احنا بقى، احنا حاجات كتير قوي. تلاقي مثلا شخص معين بدون ذكر اسامي قال كلام كتير قوي سيء مثلا، او ما ينفعش في الدين، او حاجة زي كده، ومحدش اتكلم، محدش رد عليه. اول ما يقرب من الحزب بتاعك، لا الراجل ده بيقول الفاظ كفر. ما هو قالها من 20 سنه. انت ايه اللي فكرك بيه دلوقتي؟ اصل قرب من الحزب بتاعي، اصل قرب مني، اصل قال جاب سيرتي. تمام، ده انا بحاول بس اقرب الموضوع شويه. تلاقي الواحد داخل على الفيسبوك ومصر ان هو يعمل انجاز لنفسه، ان هو يتقال ان هو مثلا بيرد، او ان هو بيعمل بيهدي الحد. بسيطه، ابسط حاجه، انا مطلوب مني في الاسلام ان ادعوك، الاقي عندك حاجه غلط اقول لك يا اخي بفنون الدعوه، باصول الدعوه. يعني تعلمنا شويه حاجات في اصول الدعوه، ربنا يكرمه مشايخنا، حاجات بسيطة جدا. بس أنا رحت حضرت كورس فن الدعوة. ليه؟ عشان لما أدعي حد ما نفروش. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول سبحان الله، إن منكم يا عباد الله منفرين. ممكن أجي على واحد كده أقول له على فكرة اللي أنت بتعمله ده تدخل النار، وحصل كتير وشفتها كتير. عارف اللي ده هيدخلك النار. لا، هو كل الناس في عنده حاجة حلوة حاجة وحشة، ركز على الحاجة الحلوة، خليها مدخل ان هو الحاجه الوحشه دي تنتهي. تمام، تيجي بقى على واحد مثلا ايه يقول مصر ان هو يعمل حاجه كويسه، ليه؟ عشان يتقال ان انا عملته كذا. لا، هو الاسلام ان انت بتبلغ رساله، هو انت مش واصي عليه، هو انت مش قائد، هو انت ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبك على النتائج، هيحاسبك ان انت بذلت كل جهدك، يا رب انا دعيت وعملت وعملت وعملت، بس هو ما استجابش. لان انا واحد يدعي
وقليل قوي اللي استجاب ليه. فنفس الكلام، الفرق بين الاله الحقيقي سبحانه وتعالى وبين اله النفس، ان اله النفس مصر ان انت ان الشخص ده يعمل الحاجه دي، عشان شفته الراجل ده كان بيمشي عمليات وانا ما خليتوش يمشي عمليات، البنت دي كانت ماشيه بشعرها وانا خليتها تلبس الحجاب. انت اعمل اللي تقدر عليه وربنا هيحاسبك على جهدك مش على النتائج. وحاول ما تفسدش، حاول تتعلم اصول الدعوه قبل ما تدعو. حاول يعني ايه، خد معاك واحد كويس وتعلم منه، قرايب واحد كويس وتعلم منه. تمام، نرجع لموضوعنا اللي هو الإله اللي هو الأنا. في آية في القرآن على أساس الناس بس ما تفتكرش إن الإلهة هي أصنام وخلاص، لا، في إلهة تانية اللي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هو إله هواه، اللي الله يقول له عليه يعملها. وفي حديث تاني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد المرأة، وفي رواية في النسائي تعس عبد الخميصة، القماش عبد التجارة. تمام، ودي ناس كتير بتعبدها، بمعنى ان عشان الفلوس ممكن ما يروحش يصلي، عشان الفلوس ما يعملش، عشان الفلوس ما يزكيش، عشان الفلوس ما يطلعش حج، عايز يحوش فلوس. الاله الخطير، وكل دول طبعا الهه بنحاول نبعد عنها. الاله دلوقتي موضوع الانا، تلاقي الواحد قاعد على الفيسبوك وتاني يوم ده انا عملت كذا عملت كذا عملت كذا عملت كذا. لا، قبل ما تكتب حاجه على الفيسبوك او تشير او تعمل اي حاجه، اتاكد انا بعملها لله ولا بعملها عشان نفسي. ما تلاقيش حد بيشير حديث صحيحه، او ما بيشيرش مثلا تعليم الوضوء تعليم الصلاه، لا، ده بيشير يشي في حزب، يرد على الحزب، يدافع عن الحزب بتاعه، يعمل كذا. احنا نفسنا نركز على ان حاجاتنا اللي بنعملها لله تبقى خالصة لله، خالصة لله. انا بعبد ربنا، ربنا امرني ان انا ما اسخرش من حد، ان انا ما تنبس بالالقاب. ما ينفعش يبقى واحد سمته طيار اسلامي او سمته اي حاجه بيقول انا تبع الدين ويسخر من الاخر ويشتمه ويتنابز معاه بالالقاب ويقول له كذا وانتو كذا وانتو خروف عبيد البياده، الحاجات دي كلها وحش. انا بقول له ربنا يسامحك، ده انت تصرت ربنا ما تصرش نفسك. تلاقي واحد كتير عمال يغلط مثلا في الاسلام وانت سكت، اول بقى ما يقرب منك او من الحزب بتاعك، لا ده انت كذا وابن كذا بقى. طب ليه؟ ما هو عمال انت ما اصل هو شتم قبل كده، ما هو شتم قبل كده انت ما ردتش، انت ما ردتش غير لما غلط فيك. فخلي بالنا من النقطه ديت، النقطه دي خطيره، ان انت تبذل جهد كبير جدا وانت فكرك ان انت بتخدم الاسلام وانت بتضر الاسلام بحاجتين، ان انت ما بتلتزمش بقواعد الاسلام، ان انت كل هدفك نفسك، وكل هدفك ان انت يتقال ان انت عملت، ان انت عملت ترد، وان انت بتتكلم والحاجات دي كلها. هل عندك استعداد ان انت، اقول لك على فكره برضو ايه كويسه، في موقع مثلا اسمه ايمان واي بالاي مش بالاي، كل هدفه بيقول لك خش وابدا معانا في الدعوه من غير ما حد يعرفك ولا انت تعرف حد، تاخد ايميلات وتبعت لهم رسائل دعويه بسيطه جدا، رساله واحده مثلا في الاسبوع او في الشهر، وتبقى رساله رقيقه بكل احترام. يعني حتى مثلا لو هبعت لاسوأ ممثله او اسوأ مغنيه او اسوأ كذا، ما تعرفش ممكن ربنا يختم له خاتمه خير، فما تتكبرش عليه وما تقولش كذا. لو انت ضامن ان انت في الجنه ومعاك صك من ربنا ان انت في الجنه ومعاك صك وشفت الصك ان ده في النار، كبر بقى براحتك، بس لو هتكبر هتدخل النار. تمام، خلاص. لو انت تعمل ايه بقى ما دمت انت مش ضامن ان انت في الجنه وهو في النار؟ تبعت له رساله اخر فاضل، انا عارف ان انت عندك حاجه كتير كويسه ولازم تكون عندك حاجه كويسه وتركز عليها، وتقول له انا اتمنى ان يعني نجعل من رمضان الجاي نقطه تغيير.
من غير بقى ما تقول له انت عملت افلام كذا ولا كام رجل ان اعتلاكي والكلام اللي هو مش من الاسلام اصلا. ونسال الله ان هو يغفر لنا وللمسلمين، ونسال الله ان هو يفقهنا في ديننا، ونسال الله ان نبقى العمل كله خالص لوجهه الكريم، لان لو في اي حاجه مش خالصه كانه ما اتعملش. وربنا يستر علينا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.